لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من ملعب البشير بالمحمدية، مباراة قوية عند دور 6 أشهر نهائي كأس العرش، تجمع بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي وشباب السوالم الرياضي، طموح قوي لمواصلة مشوار أغلى الكؤوس والذهاب بعيدا في هذه المنافسات. حضور جماهيري كبير يحضر رغم الأمطار الخير اللي كتعرفها مدينة المحمدية على غرار باقي المدن. وفي هذه الأيام المباركة نتمنوا أيام خير إن شاء الله، تقبل الله صيام من اغلى التتويجات اللي كيطمح الظفر بها، سواء اللاعبين سواء المسؤولين سواء الجماهير، الكل كيكون كيبغي انه يكون حاضر في اللقاء النهائي وانه يتوج باللقب. محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء، سرعه مهره، تمريره وابعاد الكره، تمريره وابعاد الكره في الوقت اللي معاد بحسين انتظر بان تثبت، والتسديدات للمرمى خصوصا امام هذا العامل ديال الامطار وارضيه الملعب. استلغات كرة طويلة ممتازة عن سيف الدين بورا، بورا فرصة فرصة فرصة، مشات كرة وجانبا، كل اعتقد بأن الكرة في اتجاه الشباك وللمرمى، ولكن تسديدة سيف الدين بورا كتخرج خارج أرضية الملعب، كانت فرصة ومحاولة لفائدة فريق الوداد الذي كان، مشات كرة في الجهة اليسرى، سيف الدين بورا شنو يعمل؟ سيف الدين بورا كينتظر المساندة، بورا لنيجيري هادي أوغونيس، ولكن التسديدة ديالو ما كانتش بشكل جيد، لاعب نيجيري على حساب نادي أدرار سوس 1-0. كذلك حسن أكادير، ديربي الجنوب أمام الكوكب مراكشي، انتصر بمران فيدي، هذه فرصة عمران فيدي، تدخل الحكم كيقول ضربة مرمى، حكم كيقول ضربة مرمى. حمودة بن شريفة بعد ما كان في ارتباط مع كذلك أبو شعيب المباركي وزكريا بوب، واعتقد أنه تغيير المدربين. كرة في الجهة اليسرى، ترفع الكرة من سيف الدين بورا، خروج الحارس، خروج الحارس هشام العلوش، فرصة وزكريا دراوي يسدد في الوقت، إبعاد الكرة بطرف الحارس علوش، هناك المطالبة بالخطأ وبضربة جزاء، الحكم كيطلب مواصلة اللقاء. خالد ايتور خان واسماعيل وافق والعديد من اللاعبين، فرصة فرصة رأسية مرات جانبا، رأسية مرات جانبا بواسطة كمال القراع، كانت محاولة وفرصة لفائدة فريق شباب محمدية، وإن كان تغطية الصفوة، وكذلك الأندية اللي كتكون كتنتمي للأقسام السفلى والهواة. بالتالي كرة طويلة، هذه فرصة لفائدة فريق الوداد، إمكانية تسديد، فرصة وداخل منطقة الجزاء، استلعبات العرضية، هذه فرصة بواسطة لاعب محمد الخلوي، والهدف، هدف أول لفائدة فريق شباب السوالم الرياضي، ينجح في الوصول للمرمى والوصول للشباك، هدف بواسطة كمال القراع. فرحة كبيرة للاعبي فريق شباب السوالم، كان هناك فراغ على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد، وتابعنا الرأسية وصلت الكرة، تمريرة من الجهة اليسرى تصل لكمال القارع الذي يضع الكرة في الشباك كل هدوء، هدف أول لفائدة فريق شباب السوالم الرياضي. غادي نتابعوا يعمل سيف الدين بورا أمام عمران في الدير، رفع كرة رأسية، فرصة الكرة مرت جانبا، فرصة ومحاولة كانت بواسطة زكريا ضراوي الذي يسدد الكرة الأخيرة، ولكن الكرة تمر جانبا. غنتابعوا من جديد سيف الدين بورا، احتفظ بالكرة، محمد الخلوي البحث عن تسديده، تسديده فرصه ومرات جانبا، تسديده قويه من محمد الخلوي تمر لمحاديه للقائم الايمن، كره طويله اوغونيس فقط عند البلالي النعامه، حكم كيقول ما كاينش هناك خطا في الوقت اللي كان هناك خطا، بالفعل خطا على عبد الله حيمود، غادي يكون الورقه والانذار، مغامره الكاس، مشات الكره، تدخل الحكم كاين الخطا، حكم كاين الخطا لفائده فريق الوداد، كيلعب الكرة دائرية، هذه فرصة فرصة رأسية ومرات جانبا، فرصة ومحاولة كان يعني سوء، اسماعيل قزوي، زكريا ضراوي، هذه فرصة قزوي، تسديدة فرصة، تدخل وإبعاد الكرة للركنية، محاولة لفائدة فريق الوداد، وتابعنا هاد يعني ديال بورا، سيف ديال بورا رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الحارس هشام العلوش، تدخل الحارس هشام العلوش في المكان، تبغى الفرصة ديال المحاولة، مشات كرة في الجهة اليمنى، تمريرة من اسماعيل قزوي، ولكن اسماعيل الحداد ما تمكنش من التعامل مع الكرة الأخيرة. تحضر الرأسية، الكرة دي فرصة لفائدة فريق الوداد، هي قزوي وفرصة الهدف، ولكن كان تباطؤ،
تباطؤ من اسماعيل قزوين، كنقول بانه صعب قام به في المراوغه، في المراوغه اسماعيل حداد رفع الكره لفرصه الهدف واديو غوديس ماذا يضيع. اعتقد بانه كانت فرصه سانحه للتسجيل لفائده فريق الوداد بعد انتهى هذه الفرصه، هذه المحاوله بواسطه اسماعيل قزوين. هنا لاحظوا هنا بعد المراوغه كان بامكانه السائري ممتاز من الجهه اليسرى، تمريره تدخل والكره سهله عند الحارس هشام العلوش. عمران سليمان بوشقالي، بوشقالي رفع الكرة ولكن الكرة بعيدة خارج أرضية الملعب. ضرب بواسطة كمال القرع، تمريرة طويلة طرف لعيب اسماعيل القزوي وتدخل الحارس في الجهة اليمنى. هذه فرصة لفائدة فريق الوداد، إمكانية التمرير، تمريرة فرصة وتدخل الحارس، تدخل الحارس هشام العلوش. العلوش صبح الآن مرتد هجومي لفائدة فريق شباب سوالم عند اللعيب كمال القرع. هناك وضعية تسلل، كمال القرع هناك وضعية تسلل. فريق الوداد سيف الدين بورا، سيف الدين بورا تدخل والحكم كاين الخطأ، حكم كاين الخطأ لفائدة فريق الوداد. يسعي للتنفيذ، تلعبت الكره دائريه راسيه وتدخل الدفاع صبح الان مرتد هجومي لفيدال بوشقالي، كينتظر المسانده بوشقالي، كيمرر خطيره لعبد الواحد حسني يضيع. عبد الواحد حسني وجه لوجه مع الحارس يوسف مطيع، الكره تمر جانبا بل تلمس الشباك الخارجيه للمرمى وللشباك لاسماعيل حداد. اسماعيل حداد تمريره ولكن سوء تفاهم بين اديو غونيس واسماعيل حداد. سيف الدين بورا، سيف الدين بورا تدخل الحكم كاين الخطا، حكم يعلن الخطا لفائده فريق الوداد. تدخل الكره الثابته، لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه، فرصه وجمال حركاس، جمال حركاس بحث على انه يلعب الكره بنصف هوائيه ولكن كان تدخل ديال البلاني النعامه، كيحاولوا يلعبوا الكره من وراء ظهر المدافعين. لعبت كره طويله اوغونيس، فرصه وتدخل هشام العلوش. اوغونيس كان بامكانه يسجل هدف التعادل، تابعنا رده فعل ديال تمريره من سليمان بوشقالي، خروج الحارس، خروج الحارس يوسف مطيع. فرحان كيحاول يسد السديده ومرة جانبا، ممتاز امين فرحان، كره ارضيه قويه وهذا هو المطلوب يعني من اللاعبين، هو ان يكون فريق شباب سوالم البحث على التمرير مباشره. اعتقد ان يوسف مطيع لمس الكره وحتى ان الكره ارتطمت بالعارضه، دائما محاوله في ضد فريق. هذه فرصة بواسطة لاعب سيدي بولا عمار، الكرة كتخرج للزاوية، الزاوية اللي فادت تألق اللاعب المغربي عماد الرقيوي. تلعبت الكرة داخل منطقة الجزاء، كان هناك سقوط أحد اللاعبين ديال فريق الوداد، الحكم طلب مواصلة اللقاء. جواد المحاولة، تمريرة من الجهة اليمنى، الكرة مرت من أمام الحارس هشام العلوش. تمرير، هذه فرصة سليمان بوشقالي، دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة، خطيرة فادت فريق شباب سوالم، تدخل الدفاع. كانت فرصة ومحاولة من الجهة اليمنى، هذه فرصة من الجهة اليمنى لفائدة فريق الوداد، رفعت الكرة، فرصة اوغونيس مرت جانبا. هذه اوغونيس النيجيري كان بامكانه انه يسجل هدف التعادل. الكرة مرت والدخول داخل منطقة الجزاء، يمرر، فقد توازن اللاعب سيدي بونا عمار، تدخل هذه فرصة، اسماعيل حداد يسدد والكرة تمر جانبا. اسماعيل حداد يسدد، هناك المطالبة بالزاوية، كانت فرصة خطيرة بواسطة عبد الواحد حسني، عبد الواحد حسني والهدف. ماذا يقول حكم المساعد؟ وضعية تسلل، حكم المساعد يرفع الراية، تابعنا بأنه أكثر